قصيدة دي قالها هذا الشاعر في عهد خليفة بعد على طول مقام الثورات الربيع العربي، لما تنازل عن العرش لابنه تميم، فجه تميم وافرج عنه بعد حوالي 4 سنين ونص او 5 سنين. فانا بوجه سؤالي للدولة القطرية، فين الديمقراطية اللي فلقتوا راسنا بيها؟ هنتكلم عن قطر كتير مع ضيوفنا في الفقرة الثالثة النهاردة، اللواء محمود منصور والكاتب السياسي عمار، وعندنا فقرة مهمة أزمات المرور مع العميد دكتور أيمن الضبع، وفقرة خاصة عن قضية النوبة هيبقى فيها مفاجآت كتيرة. نروح لأخبارنا. حماية المستهلك بتقول إن في استجابة قوية من المواطنين لمبادرة مقاطعة الشراء اليوم. النهاردة بيوافق الدعوة اللي أطلقها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك لوقف الشراء ومقاطعته بسبب غلو الأسعار. والحقيقة أن الطقس السيء بالإضافة لاستجابة الأهالي لدعوة اللواء عاطف نجحت المبادرة بالتوقف عن الشراء بالفعل. سيادة اللواء مساء الخير. الخط يبدو أنه فصل. كاميرا 90 دقيقة كانت في الشارع لرصد مدى تفاعل المواطنين عن المبادرة دي، تعالوا نشوفها لغاية ما نحاول نتصل بسيادة اللواء مرة أخرى. سمعنا ان في 1/12 في مقاطعه عن الناس تشيلش كل حاجه، ده طبعا استحاله. اللي عندهم اطفال ولا عندهم مرضى ولا عندهم ناس مسنين ازاي يعني؟ والله انا اقاطع عشان الاسعار تستقر، طبعا، لان التجار بصراحه زودوها قوي. يعني الحكومه بتزود مثلا، طب مثلا بتاعه الخضار دي او بتاعه الكوسه، ايه علاقتها بالدولار؟ تقول لك الدولار غالي، ايه علاقتها بالدولار؟ هي يعني تزرع بالدولار ولا تستقر بالدولار؟ الحاجه الثانيه يعني الناس كلها عملت دولار شماعه. واسعار طبعا متفاوته عاليه جدا. ما تعودناش على كده. بعد ما تقطع يوم 2 3 اسبوع وبعدين بس دي مش حلول. الحلول اللي يبقى فيه بديل واحد زائد الثاني. بس انا معلش ما اخليش واحد اللي متحكم في السلعه دي بس. ما هو هيبيع زي ما هو عايز. ما فيش حد عمل حاجه ولا عملوا مقاطعه، حتى لو عملها يوم المفروض يعملوها اكتر من يوم عشان الناس ايه ما تعرفش يعني مثلا الحاجه كلها مولعه. المفروض كانوا نزلوا شويه. ما فيش الكبده المستورده اللي هي بتاعت الناس مثلا الغلابه ب 33 جنيه، اللحمه المستورده ب 60 جنيه. الناس هتعمل السكر كل حاجه غاليه. اكيد اكيد طبعا الناس هتتقاطع نشتري الحاجات ديت وتقول لا انا مش هشتري الحاجات ديت عشان غليت، لحد ما انا من على الاقل مقاطعه نسبيه من الوقت، لكن مش هتبقى مقاطعه على طول لان الناس محتاجه. كويس، هو المفروض الحاجه لما تغلى الناس ما تشتريش. ده المفروض عشان الناس يعني تبتدي تقلل الحاجه او ترخص الحاجه. هو ده بس احنا عايزينه. حاجه زي كده تفرحني ما تزعلنيش. لان انا هبقى مستفيد لما يحصل مقاطعه كل حاجه هترخص، انا هبقى فرحان. انا هبقى مستفيد. انا كصاحب محل هبقى مستفيد. لما تحصل مقاطعه ونبطل الشغل كل حاجه هترخص وهتبقى في الارض. دي مصلحه لينا احنا. لان احنا الغلا ده ما بيكسبناش، احنا بنخسر. يعني الغلا ده بيجي علينا احنا. احنا من الزبون تعبان واحنا تعبانين. يعني حاجه احنا ما بنستفيدش منها اصلا، احنا كل ده تعب. لو الشعب يستحمل شهر فعلا، شهر واحد بس على التجار كلهم نجوع، ده اسمه بقى الجوع. يبقى ساعتها فعلا لنا حق بقى، يبقى الاسعار كلها هتنزل، لكن بالطريقه دي لا انا عارفه اعيش ولا هو عارف يعيش ولا غيري عارف يعيش. ما حدش هيبطل ياكل. ناس غلابه معاها 3 4 عيال ولا 5 ياكلوا منين؟ هياكلوا ايه؟ ده لو جابوا فول وطعميه مش هيكفهم ب 20 جنيه في الطقم.